تأتي ذكرى 59 لانطلاقة الكفاح المسلح، والكل احتفل بهذا العام بطريقته، وقدر يبرز عن سبتمبر وعن نضالات هذا الشعب العظيم وعن القائد حامد لسعواته. وأبت نفسي وإلا أن أساهم بجزء معين في هذه المناسبة العظيمة، وأن أسلط الضوء معي في جانب من شخصية القائد حامد عواتي. حامد عواتي هو مفجر الثورة الليبية، وهذا أعظم خطوة قام بها تقريبا. لكن قبل حامد عواتي كان شخصية مهمة جدا، لعب دور محوري كبير جدا، لذا تم التوافق عليه أو الاجتماع حوله، وكان خيار الأخيار. الأخيار هم من اللي لعبوا دور كبير جدا في العمل الوطني، ولعبوا دور كبير جدا لإيجاد حاجة اسمها إريتريا، وذلك من أيام الرابطة الإسلامية والكتلة الاستقلالية وحركة تحرير إريتريا وجبهة التحرير الإريترية. هؤلاء كلهم هم الأخيار. هؤلاء الأخيار وكل الوطنيين القيورين التفوا حول حامد واتفقوا على حامد، وهو خيار الأخيار. حامد كما هو معروف القائد الشهيد مواليد 1910، طبعا التاريخ ما مظبوط، مرة يقول لك 1908 1910، وتوفى في 1962، استشهد، مواليد منطقة قرصد. هو والده كان إدريس عواته من الفرسان، وقدر يعني يعيش في كنفه ويعلمه الفروسية والصيد، وكان دربه في كيفية استخدام البندقية. فحامد من نشأته كان نشأ في ذيل بيت، ونشأ كفارس من فرسان منطقته وقبيلته. في عام 1935 مثل كل الشباب الإريتريين أخذوه الإيطاليين في التجنيد الإجباري، وفي هذا التجنيد الإجباري حامد يعني برز وأبرز شجاعته ومؤهلاته وإمكانياته، وخاصة أن حامد كان بيعرف عدة لغات محلية على رأس العربية، واللغات المحلية كلها كان بيعرفها من نارا وكنامة والحضارب والتجري بالعربي، وتعلم الإيطالية كتابة وقراءة جادة. فبالتالي الإيطاليين أدوه لكورس فترة تدريبية لإيطاليا، ومشى روما وأخذ كورس خاص بالاستخبارات. إذا حامد مع البدوية والتعليم التام مشى إيطاليا وخش الحضارة الغربية بأوسع أبوابها. روما وما أدراك من روما، روما كانت تعتبر واجهة الغرب. فإذا حامد رجع من إيطاليا في عام 1937 بعد ما أخذ دورته، وهو أفندي فاهم متحضر مثقف، تشبع مع البدوية الثقافة الغربية. مباشرة تم تعيينه في كسلة، لأن كسلة كانت يعني مستعمرة إيطالية، الإيطاليين كانوا أخذوها في الفترة ديك. وأصبح حامد عواتي يعني محافظ المدينة أو نائب المدينة في نقطة أبو خمسة. هذه نقطة أبو خمسة تعتبر معلم من معالم مدينة كسلة، زيها وزي الضريح بتاع سيد الحسن وجبل كسلة، وزيها وزي الكوبري القاشي يعني القديم، تعتبر معالم كانوا يسموها نقطة. بعدين بقت تطورت، بقت نقطة بوليس أبو خمسة يعني، لأنه ما كان في مركز، المركز ما كان موجود ولا المديرية ما كانت موجودة، المركز كانت هي نقطة أبو خمسة. فحامد كان مديرة ولعب دور كبير جدا في إدارتها. وبعد الهزيمة الإيطاليين في سنة 40 1940 الحرب العالمية، هزموا في كسلة، والإنجليز استلموا كسلة. حامد تلقائيا زي وزي كل العساكر الإريتريين قدر يمشي منطقته اللي هو منطقة قرصد ويعيش حياته الثرائية، علما انه كان عدد كبير جدا من الاثنين في الجيش الايطالي. الجيش الايطالي كان قوي، فيه كان اكثر من 350 الف جندي، عكس الجيش البريطاني اللي كان موجود في السودان ما يعادل 50 الف جندي تقريبا. لكن سبحان الله تهزموا الايطاليين والقوه شتتت، والاريتريين غالبيه اللي كانوا مجندين شتتوا في قراهم واصبحوا مزارعين في الريف. وحامد رجع الى منطقه قرصد
بعد هزيمة الإيطاليين. الإنجليز بدأوا يطاردوا الضباط والعساكر الإيطاليين اللي كانوا في الجيش الإيطالي، والناس اختفت يعني بهذه الصيغة كانت موجودة. وبدأت الأمور الإنجليز بدأوا يمتوا خطوة خطوة لحين ما استولوا على إريتريا بصورة عامة. حامد في الفترة دي بدأ يهتم بالزراعة، وبدأ يهتم بأهله وحماية منطقتهم، وخاصة المنطقة كانت تشهد مجموعات من القطع الطرق والشفت اللي كانوا يجوا من منطقة والخيط ومنطقة تجراي. والإنجليز كانوا مهتمين بهذه المسألة، لأنه بيعتبروا كانوا عندهم خططهم، يعني عندهم كان خططهم وعندهم برامجهم، بيحسوا إنه إريتريا دي يعني يجب ما تكون ككيان، لازم تكون فاشلة. فكان بيخلقوا الفوضى الخلاقة اسمها بالتفاهم مع الأثيوبيين، وكان بيحركوا قطاعين الطرق، وكانوا يعملوا ويخلقوا مشاكل وأزمات في اسمه، نقلوا كل الأشياء الموجودة في إريتريا من مصانع وغيره وغيره، نقلوها من إريتريا يعني، ودوها لمستعمراتهم الأخرى يعني. وكان فحامد عواده كان بيلعب دور كبير جدا في حماية المنطقة من قلوج لحد أوغارو، المنطقة ترقاش كلها كان بيحميها، وكان معه أكثر من 40 شاب معه موجودين. الإنجليز احتاجوا لبعض العساكر، وبدأوا يجندوا الإريتريين في البوليس الإريتري في البوليس. فبدأ حامد بحكم علاقاته معهم وصداقاته معهم بدأ ينسق محاول البوليس في مطاردة الشفتة. حقيقة القيادات العسكرية كانوا من الجيش السوداني، يعني في منطقة بارونتو كان المركزية بتاع الجيش السوداني، قيادة الفرقة كانت موجودة في بارونتو، وكان بيقودوها ضباط سودانيين زي مثلا عمر حاج موسى، واحد من قيادات مايو الأيام دي كان هو قائد في بارونتو. وكل ما يجي بلاق بيقول والله في شفتة اعتدوا على البهايم وعلى أموال المواطنين، الجيش السوداني أو القيادات السودانية بيتحركوا مسافة بتاع ساعة ساعتين كده وبيرجعوا يفتحوا بلاق يدمجوه يعني. حامد بدأ ينسق مع الإريتريين مع العساكر الإريتريين، وبهذا التنسيق بدأوا يطاردوا شفته وأمنوا المنطقة بصورة كبيرة جدا. هذه الفترة كانت موجودة إلى أن هذه الخطط طبعا وتأمين المنطقة دي ما كانت، لا يعني كانت ضد أهداف البريطانيين، لذا البريطانيين رأوا لابد من تجنيد حامد عواته وادخال ودخول معه في معركة أو اعتقاله. وبالتالي بدأوا يطلعوا تصريح وإنذار ويطالبوا بالتسليم، هو رفض. فالبريطانيين جو في بارونتو وطلبوا من الجيش الموجود في المنطقة والبوليس، قال لهم احنا عايزين اعتقال حامد عواته ومن يتبرع بهذا أو يحرك القوة. في واحد اسمه كان محمد علي سكنجي، قال هو سنجك، تحول طبعا بالسكنجي، هو كان ضابط سوداني، قال أنا مستعد أعتقل حامد عواته. وهيئوا له مجموعة وسلموه مجموعة من المؤامرة وخيره، وسكنجي اتحرك من بارونتو على أنه يمشي يعتقل حامد عواته ويربطه بحبل يعني. تحرك من منطقة هيكوتا، من هيكوتا بدأ يمشي وراء حامد عواته. الشهيد القائد حامد عواته لقى المعلومة أنه الراجل ده مطارده، بدأ يعني يديه إشارة يقول له أنا موجود في المنطقة الفلانية، يخلي له رسالة يقول له إذا كان أنت يعني داير تربي أبنائك وأسرتك أحسن ترجع كل مرة، وكل مرة يخليه يمشي من المسافة. هنا الضابط بدأ يتحرك وهو راكب يعني بقل كبير جدا، ومعاه العساكر فيهم شوية حمير، معاه فيهم المؤن والسلاح والحاجات دي متحركين معاه. فحامد عواتي كل ما يأشر له بدأ يحس الضابط أنه حامد عواتي قاعد يخاف منه وقاعد يهرب منه، فبدأ يشجع بدل ما كان في خلفية القوة بتاع البوليس، بدأ يتقدم في النص وبدأ يتقدم إلى أن وصل أمام الجيش بدأ يتحرك. وهنا حامد كان عايز القصة دي تتم، أنه فعلا ما كان داري يشبك مع البوليس الإريتري، كان عايز هذا الضابط بالتحديد اللي هو السكنجي ده كيف ينفرد به. وفعلا لقى فرصته، وحامد يعني السكنجي بعد لقاه وتقدم، حامد طلقة أولى واحدة بطلقة واحدة قدر يضرب الضابط اللي هو أحمد علي السكنجي هنا في راسه في جبهته ويقتله. وبالتالي القوة بتاع البوليس كانت موجودة هربت شتتت، ما عدا واحد من أصدقاء حامد عواته اللي هو كان باش اسمه أمباشي اللي هو اسمه علي، هذا الأمباشي كان موجود. هذا الأمباشي علي شرح للإنجليز بالضبط كيف تمت المعركة والقوة دي كده هزمت.
لأول مرة الإنجليز يشعروا أن حامد عواتي يعني عمل معركة ضد النظام الإنجليزي أو الحكومة الإنجليزية اللي كانت موجودة في إريتريا، واعتبرها هذا النوع من المقاومة كانت بالنسبة لهم مزعجة جدا. هذا الحدث ده وثقه المسجد في كتابه يعني. ثم يعني الفترة دي طبعا هم كانوا الفوضى الخلاقة كان بيخلقوها، لأنه كان في لجان تقص الحقائق تجي لإريتريا عشان تقيم وضع إريتريا، هل الشعب الإريتري يستحق تحرير استقلال أم ماذا يحدث له. فهذه الفترة انتهت، وبالتالي الإنجليز رأوا تهدئة الأمور وبدأوا طلعوا تصريح وعفو عام، وضمن هذا العفو العام وضمن شروط وافق عليها حامد عواتي، وافق عليها شروطه كانت سنة 51 حامد عواتي وشمل العفو العام، وادوه 5 فنادق وعينوه مسؤول في المنطقة بصورة عامة، منطقة القاش يعني، من قلوج لحد أوقارو بقى مسؤول منها حامد عواتي، وخشى المدينة وكمزارع طبيعي جدا وعادي. هذه كانت أول خطوات بدايات حامد عواتي. جاءت الحكومة الفدرالية الإريترية عينته رسمي أنه يكون شيخ خط في هذه المنطقة، وزي ما قلت أدته بندقية مرخصة مع 5 أو 4 بندقيات، وهو كان مسؤول عنها. حامد عواتي المرحلة الأولى كانت مرحلة حماية أهله ومنطقته، جاءت المرحلة الثانية هي مرحلة يعني التفاعل مع الحكم الفدرالي. هذا الحكم الفدرالي القوة الاستقلالية كان بترى مكسب، اعتبرته مكسب، لأن إريتريا كانت ماشية الوحدة والاندماج يعني مع حزب الوحدة كان شغال، لكن كونوا فرموا قالوا يا أخي تعبروا خطوة. فحامد عواتة كان بيرى هذا برضو خطوة يجب حماية النظام الفدرالي، لأنه يخلق كيان إريتري فيه حكومة إريترية فيه برلمان إريتري فيه بوليس إريتري فيه أشياء كثيرة إريترية، يحافظ على هذا الكيان للمستقبل يعني. فكان حامد يعني كان هو معين في أخاس القاش يعني، لكن كان بيرى أنه راجل هو زعيم، وكان بيرى أنه ضروري جدا يتحرك ويتابع هذا المسألة. فكان بيتحرك يجي من قرصت ومنطقة قلوج منه يجي تسني، وفي تسني كان عنده شخصيات معينة يقابلها على رأسه محمد أكد والمنادي الشهيد سليمان وسليمان والشهيد فك علي وغيرهم يعني، والعمدة بتعلبت. هذه الشخصيات كان بيقعد معاه وكان بياخذ منهم المعلومات وكان يتبادل معاهم الاراء. يجي في منطقه بارونتو كان بيلتقي بالمرحوم الشيخ محمد الشيخ اري، هذا الشيخ قبائل النار بصوره عامه الباريه في منطقه بارونتو، برضه كان يعمل لقاءات معهم. يجي منطقه سيدنا مصطفى كان بيلتقي بالشيخ محمد داوود ابن سيدنا مصطفى، وده كان من الشخصيات جدا الغريبه لحمد عواتي ومستشاره الخاص، ولعب دور كبير جدا في علاقات وفي بناء شخصية عواتي والتعامل معه، وأيضا مع سيدنا سليمان. في أغردات كان بيلتقي مع الوزير عمر حسنه، له علاقة خاصة معه، وكان بيلتقي مع محمود أحمد صالح. وفي أغردات كان في منطقة في 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 منطقة ساحة كده يلتقوا بها الناس، أغردات معروفة اسمها جامع الأرواح، فيها كنت يجي حامد عواتي كان يلتف حوله. وحقيقة الناس اللي تحكي عنه بالتحديد بيقولوا كان الراجل ما كان كثير الكلام، كان بيستمع مستمع جيد، وكان بيجمع المعلومات ويناقش بهدوء جدا، وكان دائما بيتكلم عن إريتريا بستر رحب يعني. يعني منطقة جامع الأرواح دي زي يعتبر زي المنتدى سياسي اجتماعي، يمشي كرن يمشي أسمرة، كان معظم قيادات الرابطة الإسلامية كان تربط بهم علاقات كبيرة جدا وواسعة. هذه هي الفترات، الفترة الأولى اللي كان بيتحرك بها حامد عواتي. في هذه الفترة الحكم الفدرالي كان بيواجه يعني مسألة حرب شرسة من الأثيوبيين وعملائهم، على رأسهم ممثل الإمبراطور كان موجود في أسمرة، وكان بيحاولوا يعني يقسموا هذا الحكم الفدرالي وينهوه خطوة خطوة إلى أن ينتهوا من الحكم الفدرالي. فحامد عواتي كان بيتابع الأحداث دي، وكان بيرى أنه يعني إريتريا ماشية في خطر، والحكم الفدرالي حينتهي، وبالتالي إريتريا حتمشي في أحضان إثيوبيا. وبالتالي دائما كان مشاورات في هذا الجانب كان موجودة حية. في 4 لقاءات عملها حامد عواتي، ويمكن أنه وثقتها. هذا التوثيق طبعا هو اجتهاد مني ومن شخصيات قابلتهم. لقاء واحد تم في دبك، هذا اللقاء حكاه الأخ المرحوم
محمد يوسف آدم. آدم من شخصيات خردات معروفة، كان ترزي وكان باتحاد العمال له دور كبير جدا. هذا أحمد يوسف، هذا الرواية دي حكاها لي أنا شخصيا أكثر من مرة، وأيضا ذكر بصورة موسعة في السيمينار المشترك للتنظيمات الثلاثة أيام الوحدة جدة. كان عندنا سيمينار مشترك لكل القيادات والقادة المتقدم للتنظيمات الثلاثة، اللي هو جبهة التحرير الإريترية، المجلس المركزي، وجبهة التحرير الإريترية، وجبهة التحرير الإريترية قوات التحرير الشعبية، المجلس المركزي بقيادة عثمان صبي، وجبهة التحرير الإريترية قوات التحرير الشعبية، اللجنة السورية بقيادة المنادل أبو بكر أحمد جمعة الفترة دي تقريبا، كان لا المنادل القى الجيلاني معلش، وديك كان جبهة التحرير كان بقيادة المنادل عبد الإدريس. هذا في هذا السيمينار الكادر الكبير جدا أخونا محمد يوسف آدم، بوجود قيادات من الحركة التحريرية على رأسهم أستاذ محمد سعيد ناود، على رأسهم أستاذ الشهيد صالح حياي، على رأسهم كان موجود محمود محمد صالح وغيرهم من الشخصيات، حكى هذه الرواية اللي حأحكيها لكم هسه حاليا، اللي هي قال إحنا كنا في مؤتمر أسمرة، ومؤتمر أسمرة للحركة التحريرية اللي عقد في 58 59 تقريبا، وفد غردات اللي هو بركة كلفنا أن نلتقي بحامد عواتي. قال جينا كسلة، جينا غردات، وفي غردات بواسطة علي خالد علي قيد وعضف علة مدوي، عندهم صلة قرابة ومصاهرة مع شيخ سليمان، سيدنا سليمان، أوصلونا للشيخ محمد داود بن سيدنا مصطفى في دبك، وعمل لنا موعد مع الشهيد حامد عواتي، وتم اللقاء مع حامد عواتي. هذا اللقاء كان رسمي، وفي هذا اللقاء قال إحنا أبلغناه بنتائج الحركة وأهداف الحركة، وقرأنا له اللائحة، والراجل أبدى كل استعداداته لهذا العمل الوطني الكبير جدا، لكن كان عنده ملاحظة، كان بيرى أنه هذا النظام ما نقدر نغيره، أو ما هذا النظام الأثيوبي ما نقدر نغيره، ما نقدر نغيره إلا بمواجهة أو بالعنف الثوري. كان رأيه كده حمد عواد، ما كان محدد شنو كيف، لكن كان بيرى أنه هي البندقية هي المحل. هذا اللقاء الأول أذكره أخونا محمد يوسف. لقاء ثاني ذكروا لنا المنادل البدوي الوجه بداي بكسلة في 2006 بحضور يعني مجموعة من الرعيل، الرأسهم كان موجود صالح حدوق، وكان موجود أبو رجيلة، وكان موجود آدم النور تيتا الله يرحمهم كلهم. في هذا اللقاء الجمادي قال إحنا التقينا بحامد ريس عواتي في جاكي على بركة خور بركة، وأيضا ناقشنا بهذا الاتجاه. اللقاء الثالث ذكره الأستاذ محمود محمد صالح، وثقه قال جاء حامد عواتي على موعد معنا في مدينة غردات، وكان عندنا موعد، وكان في الفترة دي كان مراقبة شديدة جدا، وكان في واحد اسمه عبد الله ادريس يعني كان مراقبه وماشي معاه زي ذله كده. وحامد مشى مكان سكنه وعمل نفسه خلاص حينوم يرتاح، وعبد الله ادريس اطمن انه حامد عواته، مش عبد الله ادريس القائد، شخص اخر، هو اقتنع انه حامد عواته ده خلاص نام وما عنده اي نشاط، وذاك مشى بيته، وحامد عواته بالليل قال مشى والتقى بينا. وفي هذا اللقاء كان موجود قال الاستاذ محمد صالح، كان قال موجود معي محمد يوسف ادم ومجموعه من ابناء غردات، وتناقشنا في كيفيه تفجير الكفاح المسلح وكيفيه ايصال السلاح. وحامد ابلغنا انه هو يعرف مداخل السودان كلها من عقيق لحد اللفه، بيعرف يدخلها بس ما عليهم اللي يدوا اشاره في كيفيه يعني امتى يصل هذا السلاح، ويدوا إشارة في تجميع يعني يحدد هو مكان إدخال هذا السلاح. وهذا الكلام وثقه أستاذ محمود أحمد صالح في لقائه مع باللغة الإنجليزية، كان في جريدة مع الصحفي الألماني شرودر. يعني اللقاء تم ده، واتفقوا قال انه في كيفيه يعني الشخصيات اللي ممكن يتواصل مع، لان الفتره دي بدأوا يضايقوه حامد عواد اكثر، فاتفق في كشخصيات اللي ممكن يتواصل معاهم يعني او يراسلوه. على راسهم كان عبد الله محمد عامر في منطقه القدين وشخصيات اخرى يعني. هذا اللقاء الثالث. في لقاء رابع وذكروا لي شخصيا انا في 1960
1992 في مدينة جندة القائد الشهيد المؤسس الزعيم ليش أحمد آدم. كنت في زيارة وأنا سألت سؤال مباشر، هل كان زي ما يقال أن حامد عواتة ده انطلق عفويا وفجر كفاح مسلح، ولا كان في حوارات بيناتكم انتوا قيادات سياسية وغيره؟ يعني ضمن الحديث فسرد الأشياء كثيرة كان بيتكلم، وضمنها قال لي إحنا، أنا قال لي قبل ما أطلع جيت بعد ما قدمت استقالتي من البرلمان رئاسة البرلمان، جيت أغردات وفي أغردات التقينا بحمد عواتي، وأنا وهو تفاهمنا بأنه ما في مفر إلا الكفاح المسلح، هذا اللي اتفقنا فيه وحددنا أشياء معين ومعطيات معينة على أساس أنا أطلع السودان ووسط أجلب السلاح والإمكانيات المطلوبة، وينتظر مني حامد عواتي إشارة لتفجير الكفاح المسلح. إذا هذه الأربع اللقاءات أكدت فيها أن حامد عواتي كان بيرى أن تفجير الكفاح المسلح شيء أساسي جدا، وكان بيرى أنه يعني ما في وسيلة أخرى أنجع من الكفاح المسلح. والكلام ده طبعا كل الشهداء الشهود اللي ذكروه على رأسهم سيدنا سليمان من الحاضرين واللي موجودين كانوا موجود. هذه الشهادة للتاريخ، الناس أثناء البحث ممكن يوثقوها ويسووها. إذا حامد عواتي ما جاء من فراغ، أو الناس ما كلفته بالمهمة دي، إنما حامد عواتي كان له دور كبير جدا في تهيئة المناخ، وفي الإجماع كان موجود، وضمن اللقاءات السياسية من كل السياسيين واسمه. يعني كان في أحداث كبيرة في المنطقة الفترة ديك، مثلا كان في مجموعة من الجيش السوداني في السودان كان بيجتمعوا، الإرتيين في الجيش السوداني كانوا موجودين، وشكلوا تنظيم أو مجموعة مع بعض في سنة 58. هذه الرواية رواها الشهيد المرحوم صالح دوك اللي هو كان سكرتيرا، كان مهمته متابعة الأحداث لأنه كان في الثورة بتاع عبد الناصر سنة 52، وكان في استقلال السودان، كان له تأثير المسائل دي، فهم كان بيروا على إريتريا، نظرهم كان في إريتريا وتوجههم كان فيها. يقول صالح دوق نحن اتفقنا أنه يبد أن نتحرك في طار إريتريا، وكنا نرى أنه أي واحد من العسكريين يأخذ إجازة يزور إريتريا ويدينا انطباعات. قال زاروا الإريتريين واحد محمد ريس حاج، الشهيد محمد ريس حاج الله يرحمه، واحد من الناس اللي مشوا زاروا إريتريا وأخذوا جولة مين تسنين لحد وصل أسمرة ورجع وجاب لهم تقارير في اجتماع رسمي. أيضا الشهيد محمد سعد آدم قائد المعروف كان قائد القيادة الثورية أيضا زار إريتريا وتجول وجاب برضو تقارير عن الأحداث. أيضا الشهيد القائد عمر حامد إزاز أيضا أخذ جولة في إريتريا كامل ورجع وأيضا أدى التقارير. إذا العساكر كانوا مهيئين تهيئة كاملة، وكان يضعوا الخطط المناسبة في كيفية تفجير، والكل كان بيرى أنه الشخص اللي فجر هو حامد ريس عواتي، وكيفية التواصل معه، وكيفية أردية الكفاح المسلح كيف تنطلق. هذا الجو موجود ضمن هذا المجال. يقول برضو الحديث لصالح دوق، قال جانا الزعيم إدريس حمد آدم لكسلة والتقى بينا، وفي هذا اللقاء أبلغنا قال لنا الوسيلة الوحيدة للكفاح لإخراج هذا المستعمر هو الكفاح المسلح، وأنا واتفقت مع حامد ريس عواتي وأنتوا كعساكر تكونوا جاهزين كيفية الترتيب، وتكون في سلاح تواصل بيناتنا موجود، وندع الخطط مع بعض موجودين، وحيكون في سلاح التواصل بيننا. أنا قال لهم حامشي مصر والحلقة الربط حيكون بيننا وبينكم، وهو جعفر الشهيد جعفر أسد كان موجود في الخرطوم، فالاتصال حيكون من القاهرة للخرطوم جعفر أسد، ومن جعفر أسد حيكون للعساكر الموجودين في كسلة، وديلاق حيكون عندهم الاتصالهم بإريتريا بالشيخ محمد داود وعبد الله محمد عامر وغيرهم، والتواصل مع حامد عواتي. إذا حامد عواتي نسق التنسيق الكامل لتهيئة الكفاح المسلح، وكان منتظر الإمكانيات والمعونات اللي حتجي من الخارج من الشهيد إدريس حمد آدم. الشهيد إدريس حمد آدم وصل للقاهرة، وفي القاهرة جمعوا حوله مجموعة من الطلاب الذين موجودين في القاهرة، واتفقوا على تأسيس جبهة التحرير الإريترية، وكان ذلك في يوليو في شهر اللي هو شهر 7 يوليو 1960 تم تأسيس جبهة التحرير الإريترية، وضع عليها برنامج سياسي
والبرنامج التنظيمي، وسمي جبهة التحرير التيار، واختيرت لها قيادة عليا على رأسها كان رئيسها الشهيد المؤسس الشيخ إدريس حمد آدم، ومعه كان الشهيد إدريس قلايدوس، ومعه الشهيد محمود أستاذ محمد صالح حمد، ومعه المناضل آدم أكثر، ومعه الشهيد طه محمد نور، ومعه الشهيد سعيد حسين، ومعه الشهيد محمد سعيد عنتطة، ومعه الشهيد إبراهيم بليناي، ومعه الشهيد محمد سيد أحمد محمد هاشم. هذه المجموعة الأولى اللي شكلت جبهة التحرير الإثيوبية والقيادة لجبهة التحرير الإثيوبية، وهيأت نفسه وبدأ يعمل مذكرات وبدأ يرتب الوضع في الخارج، في ويتصلوا بالعمال الإرثيين الموجودين في الخارج في السعودية وفي غيره لترتيب المعونات الممكنة والإمكانيات الممكنة لتهيئة المجال لتفجير الثورة الإرثية بقيادة الزعيم حامد إدريس عواتي. هذه كانت الترتيبات. كانت عدة محاولات لتفجير الثورة الإرثية. يقول المناضل آدم قندفل الله يرحمه الشهيد القائد آدم قندفل، قال أنا آدم قندفل هو شخصه، ومعه الشهيد حامد طنبار، ومعه الشهيد محمد آدم قصير، قال اتحركنا وجينا للشهيد حامد عواتي في منطقة قلوج، وجلسنا معه وطلبنا منه أن يفجر الكفاح المسلح، وخشينا معه في نقاش. حامد عواتي أبدى استعداده وطلب مننا أنه، وأنا ما بعرفكم كيف أضمن أنه أنتم يكون عندكم أي دور في هذا المجال، وطلب مننا قال لازم تعملوا شيء يأكد لي أنه أنتم يعني هتكونوا معي في الكفاح المسلح ويكون هذا موقفكم وهذا رأيكم. قال لنا كده، وأثناء النقاش قال الشهيد قندفل يحكي، قال حامد البندقية حقه معلقة في الشجرة فوق، خلانا تحت الشجرة مشى بعيد مننا، وأخذ يمكن فترة ورجع ولقانا قاعدين ولقى البندقية معلقة، يعني إشارة ما فهمناها. قال إذا كنا هو إذا كان قال هو كان غرضه إنه إذا كان فعلا إحنا جادين بندقية موجودة كان ناخذها نمشي نفجر الثورة، يعني دي الفكرة كانت موجودة، لكن إحنا ما فهمناها وقال لنا خلاص نلتقي مرة أخرى. وعلى كده إحنا قال رجعنا إلى أصدقائنا وزملائنا في السودان. قال ده كانت البدايات الأولى. يعني كيف خرج حامد عواتي يعني بعد يعني فجأة للميدان؟ الأثيوبيين زي ما قلت لكم كانوا بيتابعوا كل تحركات حامد عواتي. بعد الترتيبات الأخيرة عملها واللقاءات بتاع غردات وخروج إدريس حمد آدم، حامد عواتي بدأت تحركاته يعني محصورة وفي منطقته، بقى ما يمشي، لا ما يمشي المدن الرئيسية لا تسنيه ولا غيره ولا غيره، يعني بقى محصور في منطقة قرصت والمنطقة بتاع قلوج ما بيتحرك منها كثير، وعمل نفسه ملتزم بتوجيهات الحكومة الإرثية لأنه هو مكلف شيء خط في هذه المنطقة. وزمان بقى كان يجي كان يحس مبرر يجي به غردات ولا غيره، بيقول أنا والله عايز شوية سلاح، عايز غيره، عايز غيره لمواجهة الشفتة، كان بيطرح دائما أطروحات زي دي. الحكومة الإرثية حست أنه حامد عواد خطر عليهم، فقالوا يعني ناخذ منه السلاح البندقيه الموجوده معه او ناخذ منه جرده من السلاح، فاصدروا تعليمات بتجريده بطريقه ذكيه جدا وناشدوا طلبوا منه يجي عشان ما ياخذوا من البندقيه، لكن حامد بدا يماطلهم يقول لهم انا موجود في الزراعه في الخريف وغيره، بدا يماطلهم. اخيرا هم اخذوا قرار قالوا لازم يجرد بالقوه العسكريه. هذه المعلومه جات البرقيه للميجر عبد القادر كمسؤول ضابط الحدود في تسني، وهذه المعلومة سربها لحامد عواتي أحد العسكري البوليس الإريتري من الوطنيين جدا. يجب هذه الشخصيات تذكر للتاريخ، يعني هذا الشخص أنا ما مستحضر اسمه لكن إن شاء الله نبحث عنه. هذا الشخص سرب المعلومة لحامد عواتي أن هذه القوة جاياه عشان تجرده. هنا الشهيد حامد عواتي كان عنده مجموعته، قال لهم أنتوا تحركوا يعني بعيدين في منطقة معينة، اقعد اتكلم هناك وانتظروني. وهو كان بقى حريص بالليل يبيت برا القريه وبالصباح بيجي بعد ما يتاكد ان المنطقه ما فيها اي يعني تواجد عسكري وغذائي زي دي. بهذه الطريقه كان شهر 8 كله قداه، يعني فتره في شهر 8، وفجاه احدى الايام من الصبح جدا قعدت بات برا وهو يستطلع
فكان لوجدت القوة العسكرية جات محاصرة البيت حقه والمنطقة بتاعته، فبالتالي حامد على طول يعني انطلق لجماعته. هذه كانت بداية انطلاق حامد عواتي ومشى التحق بجماعته. الكلام ده في شهر 8 1961، يعني قبل تفجير الكفاح المسلح. الضابط هذا عمل رد فعل طبعا، واعتقل أسرة عواتي كلها وشال بهايمه وشال حاجاته وجابت سنية يعني. ويمكن هذه التفصيلية بالتحديد أخي وصديقي كرار حامد عواتي يمكن ذكرها في لقاءاته الأخيرة بالتفصيل، أنا مش عايز أتعرض عليها. المعاناة تمت في سنية والاعتقال الأسرة والبهايم والشعب اللي رفض يشتريها، وفي النهاية البواقي بتاعها أخذوها ناس شركة أنكودا الإسرائيلية، هم أخذوها اشتروها هم الباقية بتاعها. فده يمكن البداية كان موجودة. مجرد ما الخبر وصل للقيادة السياسية لجبهة التحرير الإسرائيلية، القيادة السياسية فورا أخذت قرار بتبني الشهيد حامد عواتي وتبني الكفاح المسلح وتسخير الإمكانيات الموجودة. فكان في تحرك في عدة اتجاهات. اتجاه واحد أصدر تعليمات للعمال الموجودين والإمكانيات الموجودة يجب أن تجمع وفورا تحول للسودان. التحرك الثاني كان انه اصدر تعليمات للعساكر الموجودين في شرق السودان او في الرؤوس الشرقيه في كسلة انه ما يمكن من سلاح يجب ان يجهز ويرسل للشهيد حامد عواتي. يعني ضمن هذه الاحداث في المذكرات مكتوبه الشهيد القائد عبد الله ادريس محمد. الشهيد القائد عبد الله ادريس محمد مشى لعواتي عشان يتجند، وعواتي رجعه قال له لسه صغير. لكن المره الثانيه بتكليف من القيادات العسكرية أدوه شوية سلاح وخيره، شال هذا السلاح ومشي لعواتي وسلموا له. إذن دي واحدة من الأشياء المسطرة ومسجلة. يقول الأستاذ محمود أحمد صالح، وهذا المناسبة الأستاذ محمود أحمد صالح من الشخصيات المهمة جدا اللي لسه الناس ما كتبت عنها. هذا أنا بعتبره إحدى القيادات الثورة الإثنية في الداخل، لعب دور كبير جدا هذه الشخصية، ويجب الناس أن تسلط الضوء عن عمله وعن تاريخه وعن نضالاته. هذا الأستاذ محمود أحمد صالح يقول، قال جمعنا كمية من الأسلحة والذخائر القديمة الإيطالية ونظفناها وحكيناها وزيتناها ورسلناها للشهيد عواتي عشان نساعده. كل ما جربها لقوها كلها شنو فشنكي ما تعبانة خربانة. فالشهيد عواتي رجع علينا قال لنا هذه الأسلحة قال ما تنفع منتهية. قال اتفقنا مع قائد الباندا، الباندا اللي هو يعني ميليشياتي موجودة كان في غردات، قال واحد من القائدين اتفقنا معه وديناه هذا السلاح القديم وسلمناه، هو دخله في المخزن وادانا بدله يعني كميه من السلاح الحيه الكويسه الذخيره وارسلناه لحامد ريس عواتي. هذه يمكن يعني اول كميات اللي جاته. في تحركات اخرى تمت يعني يجب الناس لا 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 تتذكرها وتتكلم فيها. يعني في ناس تحركت تحرك كويس جدا في هذه المرحله. يعني في مجموعة يعني كان بيروا انه حامد او طلع جات اخبارية انه حامد ادريس عواتي هيعمل معركة يعني في تشني. هذه المعلومة جات وواحد تسعة هتكون هذه المعركة في تشني. لذا في مجموعة من الاثنين المناضلين اتحركوا وهم ممرضين يعني دكاترة الممرضين هم دكاترة. هذه المجموعة اتحركوا لدعم حامد عواتي في هذه المعركة، وكان بيروا أن المعركة دي يعني لازم يعني تحتاج لبعض المعونات اللي يجب الناس تهيئ لها. هؤلاء الأطباء أو الممرضين على رأسهم الأستاذ المرحوم الله يرحمه حامد يوسف آدم، كان ممرض في مستشفى كسلة، وابراهيم ليمان كان ممرض في مستشفى اروما، ومحمود طاهر كان ممرض في مستشفى كسلة، وايضا القائد الشهيد ادم محمد ادم قصير ايضا دكتور. هو هؤلاء اخذوا شويه معونات يعني طبيه وغير وادويه وحاجات زي دي وتحركوا وصلوا على على اطراف مدينه تسني ويترقبوا انه يوم واحد تسعدي هتكون الطلقه هتتفجر في تسني يعني. وكان منتظرين وما طبعا ما تفجرت في سني، لكن هي تفجرت حقيقة، وكانت تفجيرة وين؟ في أدام.
في 1/9 في أعدال، كانت أول طلقة تفجرت فيها في أعدال، وكانت المعركة يقودها الشهيد حامد عواتي. ثم المعركة الثانية كانت في نهاية 9 تقريبا، كانت في أهمال، برضو كان يقودها الشهيد عواتي. في هذه المعركة الشهيد عواتي انجرح فيها. ثم المعركة الثالثة كانت في أبنايت أيضا، وبعده الشهيد عواتي يعني الحكومة الأثيوبية جندت عدد كبير جدا من الجيش ومشطت المنطقة، فلذا عواتي سحب القوة بطريقة ذكية جدا. الناس اللي معاهم سلاح طلب منهم يرجعوا قراهم أو يمشوا السودان، وهو أخذ المجموعة المسلحة معه واحتمى بعالي القاش في منطقة وعرة جدا حتى الخريف ينتهي والقوة يعني تهدأ شوية المنطقة دي. الفترة الأولى كان موجودة دعم آخر وقوي جدا جاءه في نفس المرحلة دي، كانت هو من الشيخ محمد داود اللي هو ابن سيدنا مصطفى. هذا الرجل الشهم باع عبارة 30 راس من الجمال فورا، والإمكانيات دي فورا رسلها للشهيد عواتي. دي كانت البدايات، وليأكد أن الشعب الإثري هو الفجر الثورة الإثرية، وهو الدعم القائد عواتي هو اللي التف حوله. ثم ماذا؟ في 17 نوفمبر يقول أهم نقطة ممكن نذكرها، أنه في مجموعة اللي انطلقت أو اللي تحركت مع حامد عواتي، هذه الأسماء يجي من التاريخ الناس تذكرها. على رأسهم يجي الشهيد عبد محمد فايد، والشهيد إبراهيم محمد علي، والشهيد عواتي محمد فايد، والشهيد بيرك، هذا محمد بيرك ده أول أسير كان، و بعدين أعدموه في بارنتو، والشهيد محمد حسان، والشهيد صالح قروجعي، والشهيد أحمد فكاك، وآدم فقوراي، وعلي بخيت، وإدريس محمود، وعمر كراي، وحمد قدوف، ومحمد الحسن دحين. هذه هي المجموعة الأولى اللي كانت مع الشهيد القائد حامد الشعواتي. ثم 17 نوفمبر يقول الشهيد القائد أبو رجيل الله يرحمه، يقول اتحركنا نحن من الجيش السوداني، قال للقاء الشهيد عواتي في 17 فبراير 1962. كان على رأس المجموعة اللي كنا موجودين، قال يقول محمد إسحاج، الشهيد محمد إسحاج، والشهيد عمر عزاز، والشهيد طاهر السالم، والشهيد عثمان أبو شنب، والشهيد إبراهيم بهدوراي، والشهيد عمر دابر، والشهيد محمد عمر أبو طيارة، والشهيد كشة محمد كشة، والشهيد محمد إبراهيم شندي، والشهيد عبد الله إدريس آدم، والشهيد آدم قنفي. هذه المجموعة كنا 11 نفر، قال مشينا التقينا بالشيخ القائد حامد السعواتي، وكان معانا الكاكي لأول مرة، كاكي الرسمي، وكان معانا العلم الإريتري اللي هو فيه القصن الزيتون شيلناه معانا، والتقينا بحامد عواتي ونظمنا الوضع. و في هذا اللقاء تم اختيار القائد الشهيد حامد ريس عواتي قائدا لجيش التحرير وقائدا للثورة، وتم اختيار الشهيد محمد ريس حايد نائبا للقائد العام لجيش التحرير. هذه هي كانت الترتيبة الأولى لتحرك الشهيد القائد حامد ريس عواتي إلى أن انتقل إلى جوار ربه الشهيد في عام 62، من يقال في ابريل 62، من يقال في شهر 5، من يقال في شهر 6، ما في معلومه مؤكده بالضبط تاريخ الاستشهاد بتاعه، لكن الشهيد كوب حجاج بيحكي بيقول انه كان بالليل وعواد شرب شويه حليب، وبعدين قال لي اوصاني وسلم لي البندقيه الخاصه بي ووصاني بها، والسيف كان موجود معه برضه وصاني به، وبعدين قال الصباح استشهد عواتي، وقال دفناه واخفينا معلومه استشهاد عواتي من الناس حتى المعلومات الناس ما تنزل، و لحين يعني فتره طويله جدا كان مختفي المعلومه دي، واخيرا الناس عرفت المساله دي. هذه حبيت المساهمة عن عواتي وعن خلفيته. يعني عواتي مش فجر الثورة فقط، عواتي لعب دور كبير جدا في بدايات لحماية المنطقة.
وشعب المنطقة اتحرك في كيفية تأسيس العمل النضال والتأسيس له. اللقاءات تمت في تبوك وفي أغردات، واتفاقه مع القائد الشهيد المؤسس ديس حمد آدم، وثم الثورة الإريترية بعد ما جهوا العساكر ديل من ضباط الصف من الجيش السوداني المجموعة الأولى ديل الأولى، وثم بعدها كل من يعني تنتهي مدته في الجيش السوداني كان بيلتحق الثورة. حامد عواد اطمن أن الثورة أوجبت التحرير التي انطلقت وما ممكن ترجع لورا، وهذه الطلقة هي اللي حتجيب النصر، والحمد لله تم النصر في 1991. في ملاحظة غريبة اللي حبيت أذكرها ويجب الناس ما تتجاوزها تكبر تذكرها، اللي هي ثورة حامد عواتي. الغريبة أن ثورة حامد عواتي لم تظهر في الساحة الإريترية إلا في بعد 22 سنة من طاغة الثورة الإريترية. حامد عواتي زي ما قلت لكم كان يعني ابن مدينة، ابن ريف، ابن مدينة، ابن حضارة غربية كمان، مشى إيطاليا يعني أخذ دورته في إيطاليا وغيره. حامد عواتي كان أفندي، يعني طبيعي جدا لو تيجي تسني ولا يجي غردات اكيد عنده صور، يكون متصور يعني اكيد يكون عنده صور في ايطاليا. يعني الجبهه التحريريه كان عندها علاقات، كان عندها مكتب في ايطاليا، وكان عندها غيره، وكان عندها يعني عندها ناس في غردات، وعندها ناس في غيره، وكان في صور. يعني هذه الصوره ما ظهرت ليه؟ ما معروف. في عده روايات، في روايه ذكرها محمد سعيد، الصوره الاخيره ثلاثه ذكرها الصحفي السوري صديق الثوره الاثريه أبو سعدة. أبو سعدة يقول اتصل بالقائد الشهيد عبد الله إدريس وقال لي يقال موجودة معك صورة القائد حامد عواتي؟ قلت له نعم. قال لي هذه الصورة بتاع عواتي طلع أفرج عنها وطلعها في بوستات. قلت له تحتاج لمعالجة، وفعلا عملت لها معالجة ونسخنا منها 3000 نسخة. فيقول عبد الله إدريس وجد المعلومة بتاع الصورة بتاع اسمه، أخبروا بها حسب ده، هذا رواية أبو سعدة يقول أخبروا بها الشهيد صالح حياي، قال بلغ عبد العزيز وقال له يا أخي في صورة للشهيد عواتي موجودة مع أبو سعدة. أبو سعدة لم يذكر لنا مين أداه الصورة أصلا، مين سلم الصورة، وين لقى الصورة أصلا، لم يذكرها. الكاتب والمؤرخ المسجد يقول معي نسختين من الصورة فوتوغرافية لعواتي، وأنا مسجد كان يعمل بحث مين مكان في الثورة الإريترية في السبعينات تقريبا، بداية السبعينات. وإذا ما دام كانت مع المسجد وهو موجود قسم الدراسات الجبهة الشعبية، إذا الصورة الجبهة الشعبية تملكها يعني. هذه الصورة ليه ما طلعت؟ طبعا أنا ممكن أعذر الجبهة الشعبية لأنه الجبهة الشعبية وقائدها سياسة اليومين دول شايفه كل يوم ظاهر لي أمام مجسم بتاع عواتي، يعني ممكن يخفي الصورة، وطبعا دي سياسته هي. لأنه لكن المستغرب فيها لماذا لم يعني تصدر أو ترى النور صورة حامد عواتي خلال 22 سنة من الكفاح المسلح، مع أنه الناس كانت تجتهد وترسم عواتي في شكل كده، وكانت تتخيله بشكل أسطورة وترسمه بالصور يعني بالرسم وحاجات زي يعني. هذه كانت القريبة والعجيبة بالنسبة لي أنا شخصيا. هذه جزء من المعلومات اللي أديكم ليها، وهذه المعلومات يعني أخذتها من مصادرها، يعني من قيادات من الرعيل الموجودين، كانوا على رأسهم أستاذ محمد صالح، وعلى رأسهم كان أستاذ محمد سعيد ناود، واللي وثق المعلومة بتاع أخونا محمد صالح محمد يوسف آدم، وثقها في كتاب حركة التحرير. هي هذه المعلومة كما هي موثقة، واللقاء بتاع دبوك اللي تم يعني. في شخصيات مهمة جدا لازم تسلط عليها الضوء الناس، على راسهم الشهيد محمود أحمد صالح، على راسهم الشيخ محمد والداود ابن سيدنا مصطفى، على راسهم على راسهم برضو يعني من الشخصيات المهمة المفروض الناس تقد سيدنا سليمان. هذه الشخصيات يجب الناس تسلط عليها ضوء جدا، ويكون تاريخنا في مرحلة قام موجود يجب الناس تسلط عليه الضوء. وأنا حبيت أدي بعض الإضاءات، وأكيد الباحثين هيجيبوا مجموعة من الإضاءات، أكيد في ناس عندها مذكرات مكتوبة موجودة، نتوقع من كثير من الناس تكتب الأشياء دي. الشخصيات المهمة جدا اللي كنت ملتقي بيها وكنت قابلها
للرعيل الأول زي ما ذكرت لكم، كان أبو طيارة وكان أبو رجيلة الله يرحمه كلهم، وكان أستاذ محمود محمد صالح، وكان محمد يوسف آدم، وكان محمد سعد الله يرحمه بمعية أخونا يفك أسرو عثمان داير، كنا نلتقي في سوق كسرة مع بعض، وغيرها من اللقاءات الشخصيات المهمة جدا اللي التقينا. بعض اللقاءات عندي مسجلة بالصوت موجودة، اللي عملتها مثلا في 2006 في مدينة كسلة في مقر مكتب جبهة التحرير الإريتريا، وإن شاء الله يكون عملت بعض الإضاءات، وأتمنى إذا كان في أي نقص أو أي اسم سقط سهوا وأعتذر مقدما، وتعظيم سلام للقائد حامد ديس عواتي اللي أسس هذه الثورة واللي أوفى بعهد لشعبه واللي أنجز الثورة، وباسمه وبدوره وبنضالاته وبنضالات كل الخيرين وكل الأخيار إريتريا أتت، وعلينا المرحلة الثانية هو تحرير الإنسان الإريتري وإزالة هذا النظام القاسم اللي جاثم على صدر شعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.